السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الحال. معكم وصفات امي آمنة ناجحه. نهار جديد ووصفه جديده على القناه. كيف ما كيبان معكم اليوم غادي نحضر معكم هاد لي كاب كيك ولا هاد المادلين الرائعين. كيجيو احسن من بزاف من ديال المحلبات ولا من اللي كنشريو. غادي نحضروهم بيضه واحده فقط، مكونات بسيطه بزاف، وغادي نضيفو ليهم واحد المكون سحري صراحه كيخليهم كيجيو طالعين بهذا الشكل وهشاش وخفاف كيف ما كتشوفوا واسفنجيين. نتعرفوا ان شاء الله على الطريقه والمكونات. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاج في المكونات لواحد البيضه كامله، غادي نضيف عليها واحد الساشيه من الفانيلا قياسها 8 غرام للتنسيم. الا بغيتوا تستغناو عليها وتعوضوها بشي حاجه اخرى اللي بغيتو. غادي نزيد عليهم واحد الكاس لاروب ديال السكر سنيده بقياس كاس العنبة دائما، وغادي نخلي لكم طبعا في صندوق الوصف بالغرام او بالميلي. غادي نضيف عليهم واحد الطريطقه ديال الملحه، راس معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نطرب هاد البيضه مع هاد السكر مزيان. هنا تقدروا تطربوهم غير بالطراب اليدوي الا بغيتوا، ولا بغيتوا ديروا الطراب الكهربائي بحالي. المهم هو انكم تحصلوا على هاد يعني هاد الخليط يكون بهاد اللون حتى كيبيض يعني اللون ديال هاد الخليط. عاد كندوزو نكملو بقيه العناصر. اللي غادي نحتاجو ليه هو واحد الكاس لاروب ديال الزيت النباتيه، غادي نضيفوها وغادي نخلطو على درجه يعني ديال التراب تكون قليله. كنقصو درجه التراب وكنخلطو عادي هكا كيف ما كتشوفوا حتى كيتخلط لينا الزيت مع هاد المكونات الاخرين. عاد كنضيفو عليهم كاس كاس عفوا عامر ديال الحليب بقياس كاس العنبه، حليب عادي يعني ما سخون ما والو، من البواطه ديالو مباشره درتو وكنخلط مزيان. وهنا كنضيفو هاد المكون اللي قلت لكم عليه هو الخميره ديال الخبز. هاد الخميره ديال الخبز كتعطي لهاد لي كاب كيك واحد الهشاشه وكتخليه يعني كيطلع ديك لي كاب كيك ديالنا وكيجي غزال. جربوه وغردوا عليا، عنده واحد الاضافه هاد الخميره ديال الخبز، عندها واحد الاضافه زوينه بزاف لهاد لي كاب كيك. هنا اختياري انا زدت ليه واحد المعلقه عامه كبيره ديال الفلون ديال الفاني. الا كان عندكم يعني هذا اختياري فلون فاني ولا فلون كراميل اللي بغيتو، كيعطيه واحد المذاق كيجي الكاب كيك صراحه لذيذ بهذا الفلون. الا بغيتو ديروه وكان عندكم ديروه، راه كيجي زوين كيعطي اللذه زوينه لهاد لي كاب كيك. صافي كنخلط، ومن بعد كنحتاج للدقيق جوج ديال الكيسان بقياس كاس العنبه يكونوا عامرين مزيان كيف ما شفتو عمرتو مزيان، ولكن في الصندوق الوصف غادي نخلي لكم بالغرام شحال بالضبط. صافي كنغربل هاد الدقيق ديالي وكنخلط. هنا كنحيد يعني كنطفي على الطراب، كنبقى كنخدم غير بهذيك الفورشيطات ديالو باش كنخلط. بغيتو تحيدو الطراب نهائيا وتخلطو غير بالمعلقه خلطو. غادي نزيد عليهم واحد الخماره ديال الحلوى القياس ديالها 15 غرام، هذه اللي عندي فيها. الا كانت عندكم نتوما ديال 8 غرام من الاحسن ديروا جوج. صافي وكنخلط هاد المكونات ديالي مزيان. كنحصل على واحد القوام اللي كيكون ثقيل على الكيك ديالنا العادي. ها نتوما كتشوفوا القوام ديالو كيكون ثقيل شويه على الكيك. عفوا غادي نزيد عفوا مشى ليا الصوت. غادي نزيد ليهم واحد المعلقه كبيره عامره مزيان ديال الخل ونخلط. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج في هاد الكاب كيك ديالي، وهذا هو القوام اللي غادي نحصل عليه. كيف ما كتشوفوه راه كيكون ثقيل شيئا ما. نتوما غادي تهزوه هكا بالمعلقه ولا وغادي يبان لكم بان القوام ثقيل. صافي هذاك هو القوام اللي تقدروا تحصلوا عليه، لان النوعيه ديال الدقيق كتغير. تقدروا نتوما تنقصوا على داك جوج كيسان اللي درت، ولا تقدروا تزيدوا شي حاجه. المهم بقاو تشوفوا القوام تيبان لكم ثقيل على الكيك شويه، هذاك هو القوام المطلوب. هنا بالنسبه ليا انا عندي غادي ندير في هاد ليمون الصغار كيف ما شفتوا، حطيت فيهم ديك الكويغطات. الا كان عندكم المول ديال الكاب كيك راه غادي ديروه طبعا، ما كانش غادي ديروه بحالي بهاد ديك ليمون الصغار وديروا فيهم الكويغطات. وها نتوما كتشوفوا الشكل ديال العجين مني فيه الخميره كيطلق لينا داك الفقاعات كيف ما شفتوا. صافي وغادي ندوز نحاول نعمر هاد الكويغطات ديالي.
بالنسبه ليا نحاول ندير يعني هكا جوج معلقات جوج معلقات في كل وحده، ولا شاطليه شي حاجه راه كنعاود يعني نضيف على كل وحده شويه شويه، باش كيجيوني في الشكل ديالهم مقادد وكيجيو قد قد همايا يعني كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للكميه عندي هنايا 12 الوحده 12 المول، غادي نعمرهم كاملين حيت هاد العبر كياخذ ليا هاد 12 يعني 12 حبه كيجيني في هاد العبر. وعاد انا الليمون اللي عندي كيف ما كتشوفوهم راه ماشي هذيك الليمون الصغار، راه مولات كبار اعراضين يعني، الا درتوهم في مولات هكا صغار راه يقدروا يعطيكم في ديك الاخر ديال الكاب كيك تقدر يعطيكم الكميه اكثر. استمريت حتى كملت كيف ما شفتوا. هنايا للتزيين خديت حبيبات ديال الشكلاط، الا بغيتو ديروهم بغيتو تزينو بشي حاجه اخرى اللي بغيتو كتبقى على حسب الاختيار ديالكم. غادي نخليهم واحد الخمسة دقائق كيرتاحوا وعاد غادي نشعل ليهم الفران. خمسة دقائق كيف ما كتشوفوا كيبداو كيخمروا لينا، ها نتوما كتشوفوا القوام ديالهم كيتغير. عاد كنشعل الفران على درجه ديال الحراره 180 درجه، كندخلهم في الوسط ديال الفران حتى كيطلعوا كيتنفخوا وكيبداو كيتحمروا من الجناب. عاد كنشعل عليهم من الفوق كيكملوا التحمار ديالهم وكياخذوا هذا اللون الذهبي الغزال صراحه، كيجيو هما لا شكلا هكا كيشهي ولا يعني الداخل ديالهم حتى هو كيجي غزال وكيجي خفيف ومسفنج ومهوي. هما هادو كيف ما كتشوفوهم على هذا الشكل راهم باقيين سخان، غادي نخليهم حتى يبردوا ونديمو ليهم ونشوفوهم ان شاء الله. وهنا كيف ما كتشوفوهم بعد ما بردوا حيدتهم من المول ديالهم كيكون هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو غزالين صراحه يستحقوا انهم يتجربوا، كيجيو خفاف مسفنجين. ها نتوما كيف ما كيبان معكم كيجيو يعني رائعين، خفاف بزاف بزاف، احسن من اننا نشريهم من الزنقه ولا من المحلبه. المهم كنطيبوا شي حاجه اللي كنعرفوها شنو طيبنا فيها وكتجي غزاله ورائعه. كان هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم، ان شاء الله نتمنى وينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد لي كاب كيك. وطبعا الى عجبكم ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم ولي لايكات ديالكم، وشكرا لكم الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. مع السلامه.